ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة، وهو ملعب المتعودين عليه ومتألقين عليه، وهو ملعب دودي سبورت. حلقة اليوم وملخص لقاء الأهلي وإنبي، اللي قدر النهاردة الأهلي يكون صاحب 67 نقطة بعد فوزه اليوم على الخدمات البترولية بهدفين مقابل لا شيء. قبل ما نخش على الفيديو وقبل ما نتكلم على المفاجآت بعد رحيل ياسين منصور من شركة الكورة، عندنا ملخص لقاء الأهلي والإنبي، وطبعا عايزين نشارك القناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو إلى 3000 لايك. بنجح بيكم وبدعواتكم وأكون عند حسن ظنكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الأهلي يصل النقطة 67 بعد فوزه اليوم على الخدمات البترولية بهدفين محمد محمود ولويس ميكيسوني. لويس ميكيسوني بصالح جمهور النادي الأهلي النهاردة بعد الهدف بتاعه الجميل اللي قدر يحطها بشكل جميل في سقف الجون علشان يخرج اللقاء 2-0 لصالح النادي الأهلي. ومحمد محمود بعد عودة طويلة فعلا لازم 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 يرجع لمستواه، وهيكون بعد التألق والإبداع لمحمد محمود الفترة القادمة. وطبعا من لعيبة جيدين جدا 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 محمد محمود، بس لولا الإصابة ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي هيكون أحسن. النادي الأهلي هنتكلم في بعض الحاجات الفنية يا جماعة، وهنقول ريكاردو سواريز عنده لعيبة لازم تطلع إعارات زي محمد فخري ومحمد شرقية وأحمد سيد غريب ورافت خليل وميدو نجيب، كل دول لازم يطلعوا أعراض عشان ياخدوا احتكاكات أقوى من كده. والنهاردة سواريز بيلعب بشكل مش قادر أقولك، خدمات البترولية بتنقل كورة زي ما عايزة، بس قدر بعد الهدف اللي جابه لويس ميكيسوني طبعا قدر الجو يفتح والدنيا تبقى شغالة والأطراف شغالة والدنيا تعرف تعمل باص وتتحرك من غير كورة وتمتع الدنيا كلها. بصراحة أنا شايف النادي الأهلي عنده كتير، وما ننساش اللي فيه لعيبة مصابة كتير وفي راحات كتير وانقلابات كتير وراحة نفسية كتير. يعني النادي الأهلي أنا حاسس هيرجع بقوة ضاربة، وطبعا النادي الأهلي بيفضل مرقد كده شوية وفجأة راح مطلع لك بقنبلة سرية، طبعا زي ما هو معود جمهور النادي الأهلي على الحلوة والمرة معاه. النادي الأهلي بعد رحيل، يا نهار أبيض على خبر القنبلة، القنبلة المدوية يا أبو الدود، القنبلة المدوية. وهنقول يرحل ياسين منصور رسميا علشان جاي شركة المتحدة بعد التعاقد لأربع سنين، الشركة المتحدة بعد التعاقد لأربع سنين، يعني أربع سنين بمقابل مليار و300 مليون. يا نهار أبيض، مليار و300 مليون. بس أنا شايف لو النادي الأهلي لو كان دخل في صفقة اللجنة الرياضية أو الإعلان الرياضي بتاع القطري، يعني كان هياخد 2 مليار، كانت هتبقى الأمور صعبة جدا 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 وجميلة جدا جدا بالنسبة له. يعني صفقة قطرية اللي كان بيتكلم فيها من فترة قليلة وبيتكلم بيقول لك بدل ما كان هيبقى مليار و300 مليون، لا كان هيبقى 2 مليار، كان هيبقى عندك فرق كبير جدا 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 في حتة الإعلان اللي أنت مؤمن النادي الأهلي يستفاد منها كتير. لكن هو كابتن محمود خطيب بعد دروب ياسين منصور خلاص كده بدأ يشتغل على الإعلان بتاع المتحدة الرياضية، علشان الناس دي فعلا قوائم ومبادئ بقى مش قادر أقول لك حاجة محترمة جدا، حاجة كويسة جدا، حاجة تليق بالنادي الأهلي جدا جدا جدا. طبعا يا جماعة في انقلابات غريبة بتحصل مع ياسين منصور مع كابتن محمود خطيب. ياسين منصور فاكر اللي هو هيصرف على النادي الأهلي من جيبه، لا ده اسمه النادي الأهلي، يعني اسمه قوائم وكيانات وابداعات ومهرجانات النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه في كتير من غير ياسين منصور،
في كتير من غير فلان الفلاني، في كتير لو جيت لي مرنو زي ما بيقولوا ولا هيفرق مع النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه كبير، كيان، التزام، حاجه محترمه، حاجه ليها شأن وكيان فعلا جوه النادي الاهلي. ومع مين؟ مع الاسطوره كابتن محمود الخطيب اللي بيغير الدنيا كلها، اللي بيمتع الدنيا كلها ومحبب الناس الدنيا كلها. بصراحه انا مش قادر اقول لك اكتر من كده علشان ما بحبش اطول عليكم. ودي كانت حلقه اليوم على ملخص لقاء الاهلي وانبي بعد فوزه بهدفين، وان شاء الله باذن الله لقاء ان شاء الله باذن الله هيكون ان شاء الله باذن الله تعالى اللقاء القادم باذن الله. النادي الاهلي برضه هيلعب ايضا بالناشئين، ان شاء الله هيكون اضافات كويسه يقدر يوقف اللعيبه دي على رجليها. وطبعا ان شاء الله النادي الاهلي هيستفيد منهم خبرات ويستفيد منهم كتير، وانا واثق في لعيبه النادي الاهلي في الناشئين دي، لعيبه محترمه وقد المسؤوليه وقد الجديه وقد جمهور النادي الاهلي في حبه على الحلوه والمره معاه. قبل ما اقفل معاكم عايزين اعمل اشتراك للقناه، فعل الجرس ووصل الفيديو الى 3000 لايك، بنجح بيكم بدعواتكم، بكون عند حسن ظنكم. انتظروني في كل يوم فيديو جديد، وغدا عندي لايف الساعه 12 بالليل بكره ان شاء الله مع الكابتن وضيف الخلوق كابتن ايمن بدوي نجم المنصوره ونجم نادي الزمالك ناشئين ومشوار على الدوري بتحكيمه على اتحاد الكوره بفشلانه على قوائم الديربي اللي حصل او المشكله اللي حصلت بين الاهلي والاسماعيلي. طبعا بعد جمهور الاسماعيلي ما اتهاجم على جمهور النادي الاهلي في بعض الحاجات كده واحتفاليه نادي الزمالك بالدوري، يعني هنتكلم في بعض كذا كذا حاجه ان شاء الله باذن الله. انتظروني غدا ان شاء الله باذن الله. قبل ما اقفل معاكم نعمل اشتراك مره ثانيه للقناه، فعل الجرس ووصل الفيديو ان شاء الله الى 3000 لايك، بنجح بيكم بدعواتكم واكون عند حسنكم. انتظروني ان شاء الله باذن الله تعالى، بقول لكم ان شاء الله باذن الله. بشكركم، سلام عليكم.